إذا المشاهدين الكرام، عدنا لكم من جديد بعد انقطاع اللايف السابق بسبب ضعف صبيب الإنترنت. الصورة أمامكم مشاهدين الكرام، أجواء ليلية مثيرة وهدوء تام يعم المكان، عكس الضجيج ديال المدينة وعكس السيارات الكبيرة اللي كتكون في المدينة، وضجيج ديال السيارات، ضجيج ديال الدراجات النارية، العائلات. الأجواء هنا رائعة، أجواء مثيرة في البداية. أغلبية الناس كيفطروا كيدخلوا المنازل ديالهم، هذه نعاود نقولها ونسطر عليها، أغلبية الناس كيفطروا كيدخلوا المنازل ديالهم. صراحة أشياء مثيرة وجميلة جدا. هنا قلب البادية نواحي بن سليمان، أجواء رائعة، والصورة أمامكم غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم أجواء هادئة، أجواء جميلة جدا، قلب البادية نواحي بن سليمان، جو رائع وهادئ حيث الهدوء التام يعم المكان، عكس رواج المدينة، عكس ضجيج السيارات، عكس الناس اللي كيكونوا خارجين المدينة كيتسارعوا. فهنا كيكون الصمت والهدوء. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام غنية عن التعليق، هدوء تام يعم المكان وصمت رهيب مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شو تي في. دائما أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر من نواحي بن سليمان، حيث الهدوء التام يعم المكان. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم أجواء ليلية رائعة، عكس الضجيج ديال المدينة، ضجيج السيارات، في الهدوء التام يعم المكان، والصورة أمامكم غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام.
المشاهدين الكرام، دائما اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان، اجواء ليليه مثيره وتختلف كثيرا عن اجواء ديال المدينه اللي كتعرف واحد الرواج كبير صوره امامكم مشاهدينا الكرام، هدوء تام، اجواء ليليه عكس المدينه عكس رواج المدينه، صوره امامكم هدوء تام، اجواء رائعه وصمت رهيب عكس رواج المدينه في رمضان. اذا مشاهدينا الكرام، ابقى لي الا نودعكم، دمتم في رعايه الله، نلتقي في بث مباشر اخر، الى اللقاء.